السلام عليكم طلاب في محاضرة تقنية المواد. محاضرة اليوم هي رقم 13. موضوع المحاضرة اليوم هو مادة جدا مهمة اللي هي الفيريوس أند نون فيريوس ماتيريال، يعني المواد المعدنية والغير معدنية. الميتلز يعني المعادن. ما هي المعادن؟ المعادن هي هنا أمونج وليس أيمنج. أمونج هاي خطأينها بالكتابة. هي among the most useful building material، يعني واحدة من أهم والأكثر فائدة من المواد البناء الموجودة. هي توفر في الطبيعة كشكل compound، يعني المعادن ما تلقاها بشكل حار طليق، لا تكون بشكل مركبات، مثل المركبات مثل الأكسيدات مثل الكربونات السلفيت والفوسفيت. يعني ما تكون واحد، لازم تكون بشكل أكسيد، مثلا أكسيد الحديد، أكسيد الألمنيوم، ممكن يكون كربونات الحديد، كربونات الألمنيوم، أي مادة أخرى، سلفيت كذلك والفوسفيت. تعرف بشنو؟ تعرف بالأورث، أي الخامات. شلون نحصل على الميت؟ احنا قلناها هي ما متوفرة بشكل حار طليق، إنما بشكل مركبات. كيف نحصل على المادة أو الميتل فقط؟ حتى نحصل عليها احنا نقوم عملية إزالة الشوائب الموجودة بها اللي هي تعتبر الأكسيدات من الكربونات اللي ذكرناها حاليا، نقوم بإزالتهم. هسه عندنا الميتلز، عندنا نوعين من الميتلز، فيريوس ونون فيريوس. شنو معناتها الفيريوس ونون فيريوس؟ الفيريوس ميتلز المعادن الحديدية، هي اللي يكون الايرون الحديد هو المكون الأساسي لها. مثل منو هذه الأنواع اللي هي الفيريوس ميتلز اللي احنا سهلة؟ عندنا الكاست ايرون، عندنا الروث، عندنا الايرون والستيل. لكن اقول نون فيريوس الغير حديدية اللي هي يكون المين كونستيتيوتن مالتها، يعني المركب الأساسي مو حديد. مثل شنو يعني مو حديد؟ مثل الألمنيوم، الكوبر، الزنك، الليد، الرصاص، الليد اللي هو الرصاص. يعني هذني مواد شنو هن المكون الرئيسي للمعادن، فنعتبرها شنو؟ نعتبرها غير حديدية، مو الحديد. إذا الحديد هو المكون الأساسي لا تعتبر هاي معادن حديدية. إذا كان لا، مركبات أخرى هي الأساسية مثل الألمنيوم، الرصاص، الزنك، هاي نعتبرها شنو؟ نعتبرها نون فيريوس. هسه نيجي نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن أنواع الأيرون. الأيرون مالتنا موجود شنو؟ موجود بشكل أربعة يعني أنواع حسب منو؟ حسب الستركتشر مالته، يعني حسب البنية أو الهيكلية مالت الحديد. ممكن يكون ألفا، بيتا، دلتا وجاما. هسه شنو الفرق بين كل نوع؟ أول شيء اللي هو الألفا يكون شنو مواصفاته؟ يكون ضعيف ويكون شنو؟ دكتايل يعني صلد، ويمتلك شنو؟ يمتلك خصائص مغناطيسية. وبعد عندنا البيتا، البيتا يكون هارد، يكون قوي، لكن شنو خاصيته؟ انه بريتل يعني هش، وما به خصائص مغناطيسية وشبيه، وعنده ديسولف كربون. عندنا بعد الجاما اللي هو شنو الخصائص مالته؟ انه الخصائص مالته تكون مشابهة الى الالفا. وعندنا اخر نوعية اللي هي الدلتا اللي هو يعني يمتص شنو؟ يمتص النيجليجبل كربون، ويعتبر نون ماجناتيك. الآن ننتقل إلى موضوع الجاما آيرون اللي هو شو يكون الشكل مالته؟ يكون ستركشر مالته على شكل فيس سنتر كيوب، واللي هو يتكون لدرجة حرارة 1394 سيليزية إلى 912 سيليزية. عندنا الألفا آيرون اللي هو الستركشر مالته بشكل بودي سنتر كيوب، واللي هو يتكون بدرجة حرارة مقدارها 912 إلى 237 درجة سيليزية. آخر نوعية اللي هو الدلتا آخر نوعية اللي هو الدلتا فورم، يكون هو يعني غير مهم، وحنا ما راح نتناول أو يعني نتطرق إلى، لأن يكون هو مهم من ناحية يا الكوميرشال، يعني نستخدمه استخدامات يعني تجارية أو اقتصادية. الآن نتكلم عن منو؟ نتكلم عن الأيرون. الأيرون هو أهم يعني نوع من أنواع المعادن الموجودة، واللي أستخدمه بال يعني بعملية البناء الهندسي. هو موجود بشكل متوفر، أو هو متوفر بكميات كبيرة جدا، لكن هو أبدا ما موجود بالطبيعة بشكل يعني حر.
ما موجود، يعني الفلاش شلون يكون موجود؟ موجود بشكل خامات، وهاي الخامات يعني تكون مركبات مو من مركب واحد. مثلا نقدر يعني كملخص نقدر نقول انه الايرون مالتنا اللي هو واحد من اهم المعادن الداخله بعمليه البناء الهندسي، هو يكون غير يعني موجود بشكل وبكميات كبيره جدا في الطبيعه، لكن ما موجود بشكل حر، لا موجود بشكل خامات. فحتى احنا نحصل عليه ايش نحتاج؟ نحتاج انه احنا نقوم بعمليه ازاله للمواد الموجوده به. خامات الحديد اللي احنا ذكرناها اللي تكون بشكل يعني قلنا الحديد ما يكون بشكل حر، يكون بشكل كومباوند. خامات الحديد احنا نقدر نصنفها اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الايرون مينرالز اللي هو اللي يكونها واللي يكون الشكل الرئيسي بها. يعني شنو؟ يعني انه انا عندي هذا الخامات الحديد يكون على شكل انواع، وعلى هالاساس انا اقدر اصنف الخام الحديد اللي عندي. يعني مثل التالي، يعني ممكن انه يكون الخام الحديد يحتوي على ماجنتايت، اللي هي شنو ماجنتايت؟ اللي هي Fe2O3 اللي هي تكون 70-75% من عنده، او منه، او ممكن الايرون اورز مالتنا خام الحديد اسمه شنو؟ اسمه هيميتايت اللي هو Fe2O3. شوفوا هنا الفرق، عندنا الماجنتايت اللي هو Fe3O4، عندنا الهيميتايت اللي هو Fe2O3 واللي هو يكون مثلا نسبته بالخام ايش قد؟ 76%. عندنا نوع اخر من يعني معدن الحديد اللي هو شنو؟ الليمونايت اللي هو يكون شنو؟ 2Fe3O3H2O، واللي هو يكون شنو؟ اللي يكون نسبة 60% ويكون هايدريتد يعني مهدرج. بعد عندنا الهيميتايت اللي هو الايرون بايرت اللي هي Fe3، واللي يكون نسبة تقريبا بالخام 47%. واخر شيء اللي هو عندنا السيدرايت اللي هو Fe CO3 يعني كربونات الحديد، واللي يكون عاده متوفره بالخام بنسبه 40%. يعني شنو من النسب؟ يعني اني عندي خام الحديد ممكن القى بي واحده من هذين، يعني ممكن القى بي ماجنتايت، ممكن القى هيميتايت، ممكن القى فقط ليميتايت، ممكن القى هيميتايت او سيدرايت. لاني القاهن بنسب، هذه النسب يعني مثلا القى هيميتايت يعني يكون نسبته انا اعرف ان انا ذا هذه الماده او هذا المعدن الحديد مكون من هيميتايت، فالنسبه مالته تقريبا 70%. اذا انا هذا الخام الحديد ب مثلا ماجنتايت اعرف النسبه مالته تتراوح من 70-75%. هاي الصوره لنوع من انواع الحديد. هسه انا شنو عندي؟ اريد نشرح الى موضوع هو انا شلون استخلص الحديد، شلون احصل الحديد الصافي واخلصه من الامبيورتي يعني الشوائب الموجوده بي. اللي يحتاج اسوي فهنا هسه انا شنو اريد؟ انا اريد استخلص معدن الحديد واريد اتخلص من الشوائب الموجوده بي. فشنو اسوي؟ بكل بساطه انا اخذ معدن الحديد او صور العفو يعني خام الحديد، او اقوم بعمليه تسخينه بدرجات حراره عاليه. وجود شنو؟ بوجود ريديوسينج ايجنت اللي هي عوامل مستخلصه. ايش راح ينتج لي؟ راح ينتج لي اللي هو CO او CO2 اللي راح يتحرر بشكل غاز، وايضا راح ينتج لي اضافه للCO او CO2 راح ينتج لي معدن الحديد اللي هو الميتاليك ايرون. بعد ذلك احنا شنو يقولك الحديد شنو بيه يعني خاصية؟ انه هو يعني ممكن نستخدمه استخدامات واسعة جدا. والسبب انه اللي يخليني انا اقدر استخدمه هالاستخدامات الواسعة جدا انه هو ممكن يتحد مع اي عنصر وبشكل يعني اعتيادي بدون الحاجة لعوامل اخرى يعني مساعدة. بالاضافة الى ذلك الى خصائصه، يعني خصائص مالته ممكن انه اغيرها واحسنها بشكل كبير حتى شنو؟ حتى تلائم لي اي ظرف او اي يعني فد منشأ ممكن استفاد من عنده او استخدمه. فانا بعد عندي الحديد نتج يعني الحديد هذا اللي نتج لي هو شو راح يكون؟ بانا يعني راح يكون حديد منصهر، قلنا الميتاليك يعني راح ينتج لي راح يكون بشكل شنو؟ راح يكون مولتن، يعني خلينا نقول كانما دايب. هذا شو راح نسوي؟ راح نجمعه، وين راح نجمعه؟ من الفرنس اللي هو من الفرن،
وبعدين راح نعيد انه خلي نجمده او كأنما نصبه بشكل سبائك، راح يكون عندنا يعني هذه انتهى الموضوع. هذا البلاست فيرنس اللي احنا نستخدمه، البلاست فيرنس يعني هذا هو الفرن اللي نستخدمه بعملية استخلاص خام، يعني استخلاص الحديد او عنصر الحديد من الخام مالته. درجة الأرض درجة الحرارة المختلفة، بالبداية تكون 400، بعد ذلك نزيدها يعني 600 إذا أريد أحصل سبونجي آيرون فوم. إذا بعد ذلك إنه أني من رفع درجة الحرارة إلى من يعني من 800 إلى 1000 درجة مئوية راح يتكون لي الإسلاك. شنو هو الإسلاك؟ إنه أني الحديد يعني المواد والشوائب اللي تكون يعني تتولد خلاله راح تكون طبقة، هاي الطبقة وين راح تطفو على السطح، هاي الطبقة نسميها الاستلاك اللي هي الخبز، تتكون لي وين؟ تتكون لي من الحديد درجة حرارة 800 إلى 1000. طبعا هاي تكون ناتج عرضي يعني مو شيء أنا أريده، والمصانع تقوم بالتخلص من هذا الخبز وطرحه يعني للنفايات، وبعض الأحيان تستخدمه استخدامات أخرى ما ندخل بيها. درجة الحرارة 1200 1300 لا الحديد راح يذوب، وبعد درجة حرارة 1500 راح حصل لي المولتن أيرون، المولتن أيرون اللي أنا أريده واللي استخرجه بطريقة يعني من الفرن مثل ما هنا تلاحظون. بعد ذلك الخبز اللي يتكون راح استخرجه اللي هو هذا الاستلاك راح استخرجه عن طريق منافذ أخرى، بينما الحديد الذائب مالتي راح يكون من مخرج ثاني. فهاي هنا تلاحظون بالفرن اكو مخرجين، اللي هو المخرج اللي يطلع لي الاستلاك اللي هو الخبز، والمخرج يطلع لي المولتن ايرون. فذلك فصلت الحديد مالتي عن الشوائب، الشوائب اللي هي اسمها الاستلاك، وحصلت على الناتج اللي أنا أريده. وبعد ذلك إنه أنا أصبه وأطره يبرد حتى يكون لي سبائك الحديد اللي يكون جاهز للاستخدام.